الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم سنعرض عليكم صيغة جديدة لحصص تعليمية مسجلة لمستوى السنة الرابعة الابتدائي في مادة الرياضيات. درس اليوم هو درس الأعداد العشرية. كلنا نعرف أن الأعداد تنقسم إلى جزئين كبيرين. إذن الأعداد قلنا أنها تنقسم إلى جزئين كبيرين. الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية. الأعداد الطبيعية، نعرف أن الأعداد الطبيعية هي الأعداد التي تتكون من الأرقام من 0 إلى 9 سواء بصفة متصلة أو منفصلة. مثلا الأعداد الطبيعية نقول 1 أو 20 أو 119 وهكذا. أما الأعداد العشرية هي أعداد طبيعية لكنها تحتوي على فاصلة، مثل 1.5 أو 20.11 أو 119.238. إذن كما قلنا، الفرق بين الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية أن الأعداد العشرية تحتوي على فاصلة. وهنا نأخذ هذا المثال 119.238 ونمعن النظر في هذا العدد العشري. إذا تمعنا في هذا العدد العشري سوف نجد أنه يتكون من جزئين. هذان الجزئان هما جزء عشري وجزء صحيح. تفصل بينهما فاصلة عشرية. إذن أعيد، قلنا الأعداد تنقسم إلى قسمين، أعداد طبيعية وأعداد عشرية. الأعداد الطبيعية هي أعداد تتكون من الأرقام من 0 إلى 9، إما تكون أرقام منفصلة، هذه الأرقام منفصلة أو متصلة، مثل 1، 20، 50، 69 إلى آخره. أما الأعداد العشرية هي نفس الأعداد الطبيعية وتكون تحتوي على فاصلة، مثل 1.5، 20.11، 96.18، 119.238 إلى آخره. هذا العدد العشري هو أيضا يتكون من جزئين، جزء عشري وجزء صحيح. هذان الجزئان تفصل بينهما فاصلة عشرية. فقط باش نمشي ونزيد نعاود نشرح البقية. شبيت تحبسي الساعة سرتانتو ما تقولي فقط باش بعد كي نكبي انا ما يجيش تلقى ذاك ما فيش مشكل يلقى ذاك الفيديو ذاك دوك قاعد فاصل تاع طوم تعاودي حنا نسيب شرحت هذه الاولى راح نكمل لابارتي بين مشكله في التابلو صغير دونك الجزء الاول تفضلي هيا. بعد ما تعرفنا على العدد العشري سوف نتعرف الان على مراتب العدد العشري. كلنا نعرف ان العدد الطبيعي مثل 3471. إذا أردنا أن نحدد مراتب هذه الأعداد سوف نقول أن الواحد هو في مرتبة الأحاد، أما السبعة مرتبة العشرات، أما الأربعة هي مرتبة المئات، والثلاثة هي مرتبة الآلاف. الآن سوف نحدد مراتب أرقام الجزء العشري. إذن قلنا سوف نبدأ بتحديد مرتبة الرقم الموجود قبل الفاصلة مباشرة. السبعة هي جزء من عشرة، أما الستة هي جزء من مئة، والاثنان هي جزء من الألف. إذن قلنا لتحديد مراتب أرقام في أو منازل أرقام في
عدد عشري، نعلم أن العدد العشري ينقسم إلى قسمين، جزء عشري وجزء صحيح. نبدأ بتحديد مراتب الأرقام في الجزء الصحيح. هذا الجزء الصحيح فيه ثلاثة مراتب، هي الآحاد، العشرات، المئات. أما هذا الجزء العشري ففيه أيضا ثلاثة مراتب، جزء من العشرة بالنسبة للرقم الموجود مباشرة قبل الفاصلة، وجزء من المئة الرقم الموجود بعده، والرقم الموجود بعده هو جزء من الألف. لنطبق هذا المثال على عدد عشري آخر. مثلا لدينا 396.110. هذا العدد أيضا لديه نفس أجزاء الأعداد العشرية، جزء عشري وجزء صحيح. قلنا دائما نبدأ بتحديد مراتب أرقام الجزء الصحيح. هذا الرقم هو الآحاد، أما هذا الرقم هو العشرات، وهذا الرقم هو المئات. نذهب إلى الجزء العشري، هذا الرقم هو جزء من العشرة، وهذا جزء من المئة، وهذا جزء من الألف. والآن ننتقل إلى جزئية أخرى من هذا الدرس، وهي الانتقال من كسر عشري إلى عدد مكتوب بالفاصلة. وللقيام بهذا الإجراء نتبع الخطوات التالية. مثلا لدينا الكسر العشري 75/10. هذا الكسر العشري نريد أن نحوله إلى عدد عشري مكتوب بالفاصلة. إذا ماذا نفعل؟ نقوم بعد أصفار العدد الموجود في المقام. رقم الأصفار في هذا العدد ألا وهو 10 هو 1، يعني 0 1. وهنا ماذا نفعل؟ نضع البسط هنا كما هو، نضع البسط كما هو، نتخلص من المقام. وبما أن لدينا في المقام 0 1، فسوف نبدأ بالحساب من اليمين إلى اليسار ونحسب رقم 1 ونضع الفاصلة. مثلا هنا لدي 0 1، أبدأ بالعد 1 وأضع الفاصلة، وبهذا نكون قد حولنا كسر عشري إلى عدد عشري مكتوب بالفاصلة. لنطبق هذه القاعدة على مثال آخر. مثلا لدينا 15/100. هذا يسمى كسر عشري. هذا الكسر العشري أريد أن أغيره أو أن أحوله إلى عدد عشري مكتوب بالفاصلة. ماذا أفعل؟ نفس الطريقة، أكتب البسط كما هو، البسط هو 15. أبدأ بعد الأصفار الموجودة في المقام. لدي 0 1 2. ماذا أفعل الآن؟ أبدأ بالعد من اليمين إلى اليسار 1 2 وأضع الفاصلة. بما أنه ليس لدينا أي رقم أو عدد هنا، فسوف أضع الصفر. وهنا نكون قد حولنا هذا الكسر العشري إلى عدد عشري مكتوب بالفاصلة. الآن سوف نقوم بالعكس، سوف أعطيكم عدد عشري مكتوب بالفاصلة ونريد أن نحوله إلى كسر عشري. مثلا لدي 601.2. هذا العدد العشري المكتوب بالفاصلة قلت لكم أريد أن أحوله إلى كسر عشري. ماذا أفعل؟ أرسم خط الكسر وأضع هذا العدد كما هو في البسط بدون فاصلة. إذا 601.2، عندما نزعنا أو حذفنا الفاصلة أصبح 6012. الآن أذهب لحساب كم لدينا من رقم قبل الفاصلة، نجد أنه لدينا رقم 1.
إذا أضع صفر واحد ثم أضيف الواحد. هنا بهذا نكون قد حولنا 601.2 يعني عدد عشري مكتوب بالفاصلة إلى كسر عشري، أصبح لدينا 6012 على 10. سوف نأخذ مثال آخر، نحول عدد عشري مكتوب بالفاصلة إلى كسر عشري. مثلا لدينا 101.38، جيد، نريد أن نحول هذا العدد العشري المكتوب بالفاصلة إلى كسر عشري. ماذا أفعل؟ مثل ما قلت لكم، نضع هذا العدد بدون فاصلة في البسط. إذا نزعنا الفاصلة أو حذفنا الفاصلة، أصبح 101.38 أصبحت 10138. الآن ماذا أفعل؟ سوف أعد الأرقام الموجودة قبل الفاصلة. إذا 1 2، هنا أضع صفران وأضيف الواحد، يصبح لدينا 10138 على 100. وهنا نكون قد حولنا عدد عشري مكتوب بالفاصلة إلى كسر عشري. ننتقل إلى آخر جزئية من هذه الحصة، وهي كيفية الانتقال من كسر عادي إلى كسر عشري. أولا يجب أن نعرف ما هو الفرق بين كسر عادي وكسر عشري. الكسر العادي هو الكسر الذي يكون مقامه إما 2 أو 5 أو 70 أو 90 إلى آخره. أما الكسر العشري فيكون مقامه إما 10 أو 100 أو 1000 أو 10000 إلى آخره. إذن إلى هنا يجب أن نتعرف على كيفية الانتقال من كسر عادي إلى كسر عشري. نأخذ مثلا 7/2، هذا يعتبر كسر عادي. كيف سننتقل من هذا الكسر العادي إلى الكسر العشري؟ إذا ماذا نفعل؟ ما هو العدد الذي نضربه في 2 يعطينا 10 مثلا؟ هنا نقول أن 5 إذا ضربناه في 2 يعطينا 10. سوف نقوم بهذه الخطوة، 2 × 5 = 10، ونعلم أن إذا ضربنا المقام في عدد يجب أن نضرب البسط في نفس العدد. إذا كما ضربنا 2 × 5 يجب أن نقوم بضرب 7 × 5 أيضا. 5 × 7 = 35، 2 × 5 = 10. نكون بهذا قد انتقلنا من هذا الكسر العادي إلى هذا الكسر العشري بهذه الخطوة البسيطة جدا. لنطبق هذه الطريقة على كسر عادي آخر ونحاول أن ننتقل إلى كسر عشري. نفرض أنه لدينا 8/4، ما هو العدد الذي سوف أضربه في 4 يعطيني 10؟ لا يوجد. إذن أحاول أن أجد عدد آخر أضربه في 4 يعطيني 100. جيد، لقد وجدته. ما هو هذا العدد؟ هو 25. إذن سوف أضرب 4 × 25، وقلنا لا نستطيع أن نضرب المقام فقط في عدد، يجب أيضا أن نضرب البسط في نفس العدد. إذن سوف أضرب 8 × 25. 8 × 25 ماذا تساوي؟ إذا لم تستطيع إيجاد النتيجة بسهولة، نقوم بحلها بصورة ذهنية سريعة. 8 × 5 = 40. 8 × 2، نضع 4 هنا، 4 صغيرة فقط. 8 × 2 = 16، والأربعة 20. إذن البسط هو 200. نذهب إلى المقام، 4 × 25 = 100. نكون بهذا تحصلنا على عدد كسر عشري. إذن حولنا هذا الكسر العادي إلى كسر عشري. إلى هنا أعزائي
نصل إلى نهاية هذه الحصة من درس الأعداد العشرية. ملتقانا في الحصة القادمة إن شاء الله في جزء الأعداد العشرية الثاني. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.